أول ظهور لزوج كارلا حداد بعد 3 سنوات من زواجهما، احتفل معها بعيد الميلاد ووسامته تلفت الأنظار. وثقت مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد أجواء الاحتفال مع عائلتها بعيد الميلاد المجيد من خلال مجموعة مقاطع فيديو شاركتها عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق إنستغرام. وكان لافتاً الظهور النادر لوائل قسيس زوج كارلا بعد 3 سنوات من زواجهما، إذ ظهر في أحد الفيديوهات إلى جانب ليا ابنة كارلا من مقدم البرامج اللبناني توني أبو جودة التي لفتت الأنظار بجمالها. يذكر أن كارلا كانت قد تزوجت من وائل قسيس في نهاية العام 2020، وذلك بعد 3 أشهر من طلاقها من توني أبو جودة بعد زواج استمر 16 سنة ورزق خلاله بابنتهما ليا. وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي صوراً جديدة لمقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد وطليقها توني أبو جودة مع ابنتهما ليا. طيب توني، كمان أنت منفصل عن زوجتك كارلا، كيف بيصير العيد؟ يعني بنتك بتكون معك ولا معه ولا بتجتمعوا؟ شوفي، يعني نص نص. ليلة الميلاد دائماً كل سنة بتبلش معي لما بتقضيها معي الليلة هي ذاتها. وفي التفاصيل، احتفل الإعلاميان اللبنانيان كارلا حداد وتوني أبو جودة رغم انفصالهما بعيد ميلاد ابنتهما ليا البالغة من العمر 14 عاماً معاً في حفلة صغيرة أقيمت في أحد المقاهي اللبنانية. وظهرت ليا في الصور التي نشرتها والدتها كارلا على حسابها عبر إنستغرام وهي تتوسط والديها، وكانت ليا مرتدية فستاناً زهرياً بينما اختار والدها ارتداء سترة جينز وقميصاً أبيض. وعلقت كارلا على الصور بالمناسبة عيد ميلاد سعيد ليا. كما كانت قد خضعت مقدمة البرامج والإعلامية اللبنانية كارلا حداد لعملية تجميل للبطن في إحدى العيادات، حيث وثقت اللحظة على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي التفاصيل، شاركت كارلا مع متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على حساباتها عبر إنستغرام مجموعة صور توثق لحظة خضوعها لجلسات تنحيف الخصر، حيث ظهرت ببطن مكشوف وهي مستلقية على السرير في العيادة. الصور لاقت تفاعلاً كبيراً بين المتابعين الذين أثنوا على جمال كارلا حداد، مشيرين إلى أنها جميلة ومتألقة في كل حالتها، في حين اعتبر عدد من المتابعين أنها لا تحتاج إلى تنحيف للخصر.